الرؤساء الثلاث يؤيدون فكرة المؤتمر أن يعود حزب الله إلى المال. تحية طيبة، إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت. أهلا وسهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. نحييكم، هذه عناوين المسائية. في حالة قضية دم الشهداء إلى المجلس العدلي. طرابلس ترفع الصوت في مهرجان أولياء الدم لإحقاق الحق بشأن التفجيرين الإرهابيين. الجيش الحر يصد هجمات لقوات النظام، والائتلاف يجدد رفضه لأي دور لبشار الأسد في مستقبل سوريا. إعصار هايان حصد أكثر من 10,000 قتيل وغير خارطة الفلبين، وفيتنام تستعد للأسوأ. الائتلاف الوطني السوري توصل إلى آلية من أجل توحيد رؤى مختلف مكونات الثورة السورية في بوتقة واحدة من أجل تحديد الموقف من المشاركة في جنيف 2. المفاوضات بشأن الملف النووي بين مجموعة الدول الست وطهران تستأنف بعد 10 أيام بعد 3 أيام من المفاوضات في جنيف من دون التوصل إلى أي اتفاق. وعلى وقع حال الانتظار هذا التي تسود ملفات المنطقة الشائكة، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان سيجري غدا محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين تركز على التطورات في لبنان والمنطقة، فيما الهاجس الأمني بقي الشغل الشاغل للبنانيين في ضوء استقواء حزب الله وممارساته في أكثر من منطقة، والتي كان آخرها في بلاد جبيل، حيث ارتفع صوت منسق قوى 14 من آذار فارس سعيد رفضا وتنديدا وتحذيرا من مغبة إقفال الطرق والتضييق على الناس. أما أولياء الدم في تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس فطالبوا اليوم بالاقتصاص من القتلى ومن يقف وراءهم، أي النظام السوري وأتباعه، في وقت كان وزير الخارجية التركية يتهم من بغداد نظام الأسد بالوقوف وراء غالبية الأعمال الإرهابية في تركيا ولبنان والعراق. سياسيا، المزيد من الشروط يضعها حزب الله أمام تشكيل الحكومة وعلى قاعدة ما يؤمن له الثلث المعطل. البداية من ماراثون بيروت الدولي، والتي أظهرت صورة مشرقة للبنان بعيدا عن كل الممارسات التي تسيء إلى الاستقرار. فللسنة 10 على التوالي نظمت جمعية بيروت ماراثون سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون الدولي بمشاركة 36,000 مشترك ومشتركة، تقدمتهم السيدة الأولى وفاء سليمان وحشد كبير من الشخصيات اللبنانية والعربية. أكثر من 36,000 مشترك ومشتركة في سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون، حيث احتشد الآلاف منذ ساعات الصباح الأولى في منطقة الواجهة البحرية قرب بيال، وحضر انطلاق الماراثون حشد من الشخصيات الرسمية والفعاليات الرياضية، تقدمتهم اللبنانية الأولى السيدة وفاء سليمان التي كانت قلدت رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل باسم رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وسام الأرز برتبة ضابط تقديرا لعطاءاتها على المستوى الوطني، ثم أعطت اللبنانية الأولى إشارة الانطلاق بسباق 10 كيلومتر. رحلة سنوية نجمع فيها الفرح والمنافسة ونظهر للعالم أنه بلدنا أقوى من كل الظروف والتحديات. الخليل أشادت بإصرار اللبنانيين على الحياة وإظهار الصورة الحضارية للبنان إلى العالم. الشكر بيرجع للبنانية فعلا، يعني نحن أطلقنا شعار بنركض للبنان، بس لو ما بداخل كل لبناني بحاجة للسلام وللاستقرار لإله لأولاده، ما كنا عم نشوف الناس بهالشكل. هيدا يبقى أمر آخر اللي هو الثقة يلي حصلت عليها جمعية بيروت ماراثون، إنه من ناحية التنظيم من ناحية هالحدث الدولي يلي اليوم في بحدود 1620 عداء وعداء اجوا بهاليومين حتى يشاركوا معنا. ماراثون بيروت استطاع بالروح الرياضية جمع عدد كبير من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، مؤكدين أن الرياضة مهمة وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد. هذه الصورة الحقيقية للبنان، مش صورة الدمار والحروب والشغب اللي عم نشوفه والتفرقة، يعني هذه صورة وحدة، وكل الفئات اليوم بتشوف من كل لبنان عم تجي تركض بالماراثون كتف على كتف، ما في فرق بين
لبناني ولبناني، وهيدي أهمية الرياضة بلبنان للعالم الحقيقة وحتى الدولة اللبنانية ما عم تقدر تقدرها بصرف موازنة كبيرة لوزارة الشباب والرياضة لدعم هكذا نشاطات. هيدا حدث بالفعل استثنائي، وحدث بيأكد مرة بعد مرة إصرار اللبنانيين على لحمتهم ببعضهم البعض، لاسيما أنه شعار هالنشاط هو كلنا للبنان، وبالنتيجة 36 ألف مشارك من كل المناطق، من كل المذاهب، من كل الشرائح الاجتماعية. يعني هيدا حدث مجنن، يعني اليوم حطينا لبنان على الخارطة العالمية بموضوع ثقافة حضاري بحت. هيدا اللي بهمنا، من كل المناطق، من كل الأعمار، من كل الانتماءات السياسية، كله كبير وصغير، طوايف، كله نزلوا عم بيرقد بلبنان ليعطي الوجه يلي نحن منحبه، الوجه الحضاري والثقافة اللي احنا فيه. شخصيات لبنانية وعربية شاركت كعادتها في كل سنة في الماراثون. هالحدث رائع، ماراثون بيروت، ما في أحلى من هيك، إنه تقدر تشوف كل هالناس، هالوجوه كلها المبتسمة السعيدة النشيطة يلي عم تركض لهدف واحد يلي هو من أجل لبنان. يعني أنا دايما بحب شارك بهيك مناسبة، بحس بتعطي وجه كتير حضاري للبنان، وبتشوف فيها ناس من كل الأعمار ومن كل المناطق ومن كل الطوائف عم يركضوا بفرح وعم يركضوا بمحبة لوطن بحاجة يعيش أيام حلوة، وبحاجة يعيش يعني لحظات بتعطي، يعني بتفرجي وجهنا اللي نحن بحاجة نعطيه. وكان يوم الحدث بدأ بسباق الماراثون لفئة الحاجات الخاصة، وأطلقت شارته الأميرة غيدة طلال رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الحسين لمرضى السرطان في الأردن، وأعطى شارة الانطلاق لسباق الماراثون الأصيل محافظ بيروت بالوكالة نصيف قالوش، ولسباق 5 كيلومتر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ولسباق الكيلومتر للأمهات وأولادهن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وليد الدعوب. ففي طرابلس أقام أولياء الدم في تفجيري مسجدي السلام والتقوى مهرجانا خطابيا في معرض رشيد كرامي الدولي، أكدت خلاله الكلمات على ضرورة إحالة ملف قضية التفجيرين إلى المجلس العدلي ومحاكمة الضالعين في القضية، وعلى رأسهم رئيس حزب العربي الديمقراطي علي عيد. من أجل تطبيق القصاص بحق المجرمين ودعما لأولياء الدم، أقيم في معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس مهرجان إحقاق الحق بدعوة من المجلس التشاوري الطرابلسي. المهرجان الشعبي الحاشد حضره العديد من المشايخ والفعاليات الطرابلسية، بالإضافة إلى النائبين معين المرعبي ومحمد كبارة ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة. وكانت كلمات طالبت الدولة وأجهزتها بالتحرك لإسقاط الأحكام اللازمة بحق المجرمين. اليوم بعد أن اعترف المجرمون بجريمتهم، نطالب الدولة أن تحزم أمرها، نطالب الدولة أن تقتص من المجرمين، أن تحزم أمرها لمرة واحدة في حياتها. ونطالب المسؤولين في طرابلس ولبنان والوزراء والنواب والمجتمع المدني وكل إنسان يريد العيش المشترك والسلام والأمان الإسراع في طي هذا الملف دون مماطلة. تجهيز حملة مدنية وطنية باسم شو بعدك ناظر، تهدف إلى الاستحصار على أكبر عدد ممكن من توقيع أهل المدينة للضغط على الحكومة اللبنانية لتحويل الملف إلى المجلس العدلي، ومن أجل ذلك تم إطلاق الحملة يوم أمس. أليس تفجير المساجد جريمة تكفيرية إرهابية؟ أليس قتل المؤمنين أثناء تعبدهم تكفير وأرهاب وغدر؟ نقول لأهالي جبل محسن وللطائفة العلوية، ندعوكم لاعتصام يكون عنوانه المطالبة باعتقال من فجر التقوى والسلام. لن نقبل، وأقولها بصدق وصراحة وشفافية، لن نقبل بأقل من إحالة قضية دم الشهداء إلى المجلس العدلي كي نسقط عامل مرور الزمن ونقضي
على جهود القتلة وحلفائهم لدفن القضية في الأدراج. حملة شو بعدك ناطر اتخذت من المهرجان مناسبة لجمع أكبر عدد من طواقيع الطرابلسيين للمطالبة في تحويل قضية التفجيرين الإرهابيين إلى المجلس العدلي. رد المكتب الإعلامي لمفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار على ما جاء خلال مهرجان إحقاق الحق، وأعرب عن استغرابه لما قاله المدعو خالد السيد باسم اللقاء التشاوري، مؤكدا أن كلامه غير صحيح. ولفت البيان إلى أن المتكلمين كانوا يخطبون ود الناس. أضاف: ما يريد إحقاق الحق لا يفتري على الناس ولا يبهتهم ويقولهم ما لم يقولوا، فمشكلة طرابلس اليوم أنها قضية حق ابتليت بمحامين فاشلين لا يحسنون تمثيلها. اعتبر النائب عماد الحوت خلال برنامج كلام بيروت أن الاستخفاف بالدولة مسار يقوم به فريق كامل، ورفعة علي عيد هو جزء من هذا الفريق. علي عيد مطلوب أمام القضاء، وسائق علي عيد مطلوب أو قام باعترافاته بالبداية أمام مخابرات الجيش يلي رفعت عيد بيحسب نفسه عليها. وأنا بين مزدوجين لا أقبل أن تصنف القوى الأمنية أو الأجهزة الأمنية مع هذا الفريق أو ذاك، لكن هذا خطاب رفعت عيد نفسه. وبالتالي إذا كان هو يعني يعتبر أنه فرع المعلومات يريد أن يدبر له ملف، فليذهب أمام القضاء. هذا صيغة الأمن بالتراضي، وأنه الخطة موجودة لكن نحتاج الغطاء السياسي. أمن المواطن لا ينتظر. يعني الآن في الاستخفاف بالدولة وبمنظومة الدولة والارتقاء على ظهر الدولة، الآن هذا مسار يقوم فيه فريق كامل. رفعت عيد هو جزء بسيط منه، هو جزء صغير من هذا الفريق. أنا أقطع أيدي وأقطع ألسن وأمنع أي فريق من أن يعبر عن وجهة نظره وأتهمه بالخيانة والعمالة. هذا مسار. مصلحة لبنان اليوم أن ننتهي من صيغة الاستقواء، وأن لا نقبل بعد اليوم أن يستقوي أحد على أحد. إذا ما وصلنا إلى هذه الخلاصة، عبثا نحاول أن نعيد بناء المؤسسات في لبنان، وعبثا نحاول أن نعيد بناء الوطن. رفض منسق الأمانة العامة لقوى 14 من آذار النائب السابق فارس سعيد أن تدخل منطقة جبيل في لعبة الدم، بعد الخلاف الفردي الذي حصل بين شاب من آل عساكر وآخر من آل شقير في بلدة قرطبة. وأوضح سعيد في مؤتمر صحفي وقائع هذا الخلاف، مشيرا إلى أن الشاب من آل عساكر مثل أمام التحقيق، في حين أن الشاب من آل شقير لم يحضر. وقد أفرج عن الشاب من آل عساكر فما كان إلا أن عمد بعض المحتجين إلى قطع طريق نهر إبراهيم قرطبة المؤدية إلى منزل سعيد، ووجهوا إليه الشتائم والتهديدات. وأكد سعيد أنه سيدعي شخصيا على من أقفل الطريق أمس. شباب والسيارات اللي وقفت على الطريق حكي نابي، وصلوا رسالة لفارس سعيد أنه نحن ساعة اللي بدنا مسكر طريق البيت. أنا بدي أتوجه لقلهم لقطاع الطرق وقل لهم انه هيدي طريق بيتنا، وهيدي طريق جرد جبال، هيدي طريق أرطبة، طريق مجد العقورة، طريق العقورة، طريق ينوح، طريق المغيري. لهني وللي جابون وللي حطون قادر يسكر طريق. انا عم حاربكن بكل لبنان، بكل لبنان. فيكن تسكروا لي الطريق بيروت، فيكن تسكروا لي الطريق بساحة الشهداء، تركوا طريق أرطبة، تركوا هيدي المنطقة، ما فيكن عليها. هيدي المنطقة بتجرح، اسمعوا مني انا، ما تقربوا عليا. والرساله الثالثه اللي بدي اقولها لاهلنا هون بهالمنطقه، اوعى حدا منكم يفكر حاله انه مقطوع من شجره، اوعى حدا منكم يفكر انه حدا قادر يطول علينا. نحن بكل تلاويننا السياسيه واحد، نحن ما بدنا نصطدم مع حدا، نحن ما بدنا مشكل دم، نحن ما بدنا ندخل مع مشكل دم مع حدا، بدنا المصالحه مع كل الناس. بس اوعكن حدا منكن يفكر انه نحن لوحدنا بالمنطقه، اوع حدا منكن يفكر انه نحن لوحدنا بلبنان، اوع حدا منكن يفكر انه نحن لوحدنا بالعالم. نحن واحد ضد كل واحد بيتطول علينا. الناس اللي كانوا واقفين على الطريق سبوني وسبوا رئيس الجمهوريه، واعتبروا الرئيس الجمهوريه هو اخلى سبيله لهذا الشاب اللي كان موقوف من يومين بالسرايا، وانه انا سعدت رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه ابن المنطقه، ورئيس جمهورية صديقنا، ورئيس جمهورية له على هيدي المنطقة وله على كل لبنان. هيدي المنطقة أيضا أمانة برقبتك يا فخامة الرئيس، هيدي المنطقة أمنة أمانة برقبتك. نحن ما بدنا بهيدي المنطقة أنه يفوتوا يستبيحوا أرضنا بلاسة، وما يكون في دولة تستكمل أعمال المساحة. مشكور وزير الداخلية أنه رجع بدأ فيها ابتداء من 15 تشرين.
في المقابل يستمر حزب الله بحملته التصعيدية ضد قوى 14 من آذار، إذ رأى النائب حسن فضل الله خلال مجلس عشرائي في بنت جبيل أن صيغة 9-6 هي تنازل من قبل قوى 8 من آذار، وهدد فضل الله مخاطبا قوى 14 من آذار أن ما تحصلون عليه اليوم ربما لن تحصلوا عليه مستقبلا. صيغة 9-6 حياتك فيها تنازل من عنها، عم تاخذوا أكثر مما تستحقون في حكومة الوحدة الوطنية من منطق المعادلة التي أنتم حددتم عناصرها. وتعليقا على موقف حزب الله، هذا ينضم إلينا عبر الهاتف عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري. دكتور عمار، كيف تنظرون إلى استمرار الخطاب التصعيدي لحزب الله؟ أستذكر كلام المهاتما غاندي حين قال: عندما تكون على حق تستطيع أن تتحكم في أعصابك، أما إذا كنت مخطئا فلن تجد غير الكلام الجارح لتحاول أن تفرض رأيك. ما يقوم به حزب الله اليوم هو هذا السقف العالي من التجريح، من إهانة الكرامات، من قضاء على الشراكة الوطنية، معتقدا بذلك أنه يستطيع تغيير رأينا. منذ خطاب السيد حسن نصر الله الأخير وجواب قوى 14 من آذار وتحديدا تيار المستقبل انسحبوا من سوريا والتزموا بإعلان بعبدة حتى نتحدث الحكومة، وهم يعني يعتمدون هذا الأسلوب العالي الوتيرة، هذا الأسلوب الذي يعكس حجم المأزق الذي يعيشونه. يتحدث اليوم الزميل حسن فضل الله ويقول إنهم يتنازلون بإعطائنا 9-9-6، ومن قال أننا طلبنا ذلك؟ نحن نرفض الثلث المعطل لهم ولنا، نحن نرفض الاستثناءات لهم ولنا. لذلك نقول الحل في هذه المرحلة الحكومة الحيادية التي تأخذ الأمور إلى حيث يجب أن تذهب، تعالج مشاكل الناس، تعالج قضايا الحياة المعيشية للناس اليومية، ونأخذ الأمور الخلافية إلى طاولة الحوار. استمرار أسلوب حزب الله هو هروب إلى الأمام، واستمرار في هذا الهروب إلى الأمام ولن يوصل إلى أي نتيجة. نحن متمسكون بموقفنا الوطني السيادي، وهم على ما يبدو مصرون على هذا الأسلوب. عضو كتلة المستقبل النيابية دكتور عمار حوري، شكرا جزيلا لك. اتهم عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري بعض الجهات بالدخول على خط بعض المناطق في منطقة العرقوب من حصبية وشبعة وصولا إلى راشية والبقاع الغربي بهدف نقل النار السورية إلى المناطق اللبنانية كافة. واعتبر القادري أن ما حصل في تلك المناطق محاولة من النظام السوري وبعض ملحقاته في لبنان لاستنساخ مخطط سماح المملوك وتفجير المنطقة مثلما يفعل في طرابلس وبعض مناطق البقاع الشمالي لاسيما عرسال. وأكد أن المنطقة عصية على الفتنة والاقتتال لأنها تمتلك من المناعة الوطنية والحصانة الاجتماعية والسياسية ما يكفي لتفويت الفرصة على شبيحة النظام السوري من استجرار الأزمة السورية إلى الداخل اللبناني. أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن زيارة الرئيس سليمان إلى السعودية سيكون لها انعكاس كبير على لبنان. ولدى عودته من روما أكد الراعي من مطار رفيق الحريري الدولي أن وصية البابا لمسيحي الشرق أن اثبتوا في أرضكم وحافظوا على العيش معا. نحن مساند الرئيس بالمطالبة أولا وأسرع ما يمكن بقانون جديد للانتخابات عادل ومنصف وبيخلق المساواة والتوازن بين كل الناس، ثم إجراء الانتخابات النيابية ولازم أن نصير، ونحن معه بإنشاء حكومة جديدة قادرة على التحديات المطروحة جامعة. ونحن من جامعة طبعا، ونحن معه للأخير بانتخابات رئاسية بموعدها وانتخاب رئيس جديد. أنتم بتعرفوا أنه أولا في صداقة كبيرة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وبتعرفوا قديش في كمان ناس موظفين وبيشتغلوا بالمملكة، وطبعا بهذا الظرف الصعب اللي عم نعيشه على الأكيد زيارة الرئيس بيكون لها نتائجها وثمارها الكبيرة بعتقد. مستمرون معكم وفي نشرتنا بعد الفاصل. روحاني يرفض التهديدات ويقول التخصيب خط أحمر. فنزويلية تتربع على عرش جمال الكون. المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. طرابلس ترفع الصوت في مهرجان أولياء الدم لإحقاق الحق.
حزب الله مستمر بحملته التصعيدية ضد قوى 14 من آذار. الراعي وصية البابا لمسيحي الشرق أن يثبتوا في أرضكم. أهلا بكم من جديد. أكثر من 40 قتيلا برصاص كتائب الأسد اليوم، في حين صد الجيش الحر هجوما لقوات الأسد على منطقة الحجيرة جنوب دمشق، فيما تكثف القصف على أحياء أخرى، واحتدت الاشتباكات لاقتحام مدينة معظمية الشام في ريف دمشق تزامنا مع اشتباكات في حلب بين الجيشين الحر والنظامي. إلى ذلك يشهد مخيم اليرموك في دمشق حركة نزوح كبيرة وسط أنباء عن حملة عسكرية قد تشنها قوات النظام على الحي بهدف إحكام السيطرة على العاصمة. الطيران الحربي يخوض رغم تكثيف الغارات الجوية من قبل الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري، صد الجيش الحر هجوما لكتائب الأسد على منطقة الحجيرة جنوب العاصمة دمشق، كما تعرض حي جوبر وأحياء دمشق الجنوبية لقصف المدفعية الثقيلة هزت المباني هناك، فيما تشهد مناطق في حي برزة إطلاق نار من الرشاشات الثقيلة من قبل القوات النظامية. تزامنا دارت اشتباكات في مناطق جنوب دمشق خلال محاولة قوات النظام مدعومة بعناصر من لواء أبي الفضل العباس وحزب الله التقدم من منطقة سبينة باتجاه مناطق أخرى لقطع الطريق بين داريا والغوطة الشرقية. الاشتباكات أيضا لم تتوقف في حلب وتحديدا قرب مطار حلب الدولي وسط قصف يستهدف المنطقة. بعد صد الثوار هجوما لكتائب الأسد سيطروا خلاله على أطراف حي طريق الباب في مدينة حلب وعلى محيط اللواء 80. وفي درعا استهدف قصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة أحياء طريق السد ومخيم درعا وأحياء درعا البلد، فيما دارت اشتباكات عنيفة على أطراف أحياء طريق السد ومخيم درعا وعلى محاور أخرى بمنطقة درعا المحطة. أما في دير الزور فدارت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في حي الرشيدي بالتزامن مع قصف المدفعي على أحياء المدينة. إلى ذلك تواصلت الاشتباكات في حمص بين كتائب الثوار وقوات الأسد على جبهة مستودعات مهين بالتزامن مع قصف الجبهة بصاروخ أرض أرض. في المواقف اشترط الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة موافقة مقاتلي المعارضة في الداخل للمشاركة في جنيف 2، مجددا رفضه لأي دور لبشار الأسد في مستقبل سوريا. في المقابل اتهم وزير الخارجية التركية النظام السوري بالوقوف وراء غالبية الأعمال الإرهابية في تركيا ولبنان والعراق. يقف الائتلاف الوطني السوري ثابتا على شروطه من مبدأ المشاركة في جنيف 2، وعلى الرغم من أنه لم يحسم أمره بعد للإجابة بنعم أم لا، إلا أنه استطاع التوصل في اليوم الثاني من اجتماعاته في اسطنبول إلى آلية ترتكز على توحيد رؤى مكونات الثورة السورية كافة بموقف موحد عبر إرسال وفد للقاء قادة الجيش الحر وآخر للقاء الفاعليات الثورية المدنية على الأرض في الداخل والاطلاع على رأيها من جنيف 2. نرحب بجنيف، لقد أكدنا دائما التزامنا بالتوصل إلى حل سياسي، ولكننا نرحب بجنيف على أساس البيان الرسمي الذي صدر في اجتماع لندن والذي نعتقد أنه خطوة إيجابية، لكنه يحتاج إلى آليات تنفيذية. أما رئيس الائتلاف أحمد الجربة كان قد اشترط أيضا للذهاب إلى مؤتمر السلام فتح معابر لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي تحاصرها قوات النظام. وفي حديث إلى صحيفة ساندي تلغراف ربط الجربة الذهاب إلى مؤتمر السلام بأن يفي الغرب والدول العربية المنضوية تحت اللواء أصدقاء سوريا بتعهداتهم في خصوص تقديم الدعم اللازم. ومن بغداد اتهم وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو النظام السوري بالوقوف وراء الكثير من العمليات الإرهابية في لبنان والعراق وتركيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي لفت أوغلو إلى أن الشرق الأوسط يمر في مرحلة تاريخية ومهمة، مشيرا إلى أن الدول الأكثر تأثرا في الأزمة السورية هي الدول المجاورة، وبالتالي عليها المشاركة في مؤتمر جنيف 2. أعلنت إيران أنها لن تحني رأسها أمام أي تهديد أو عقوبات ضدها، وأن من حق الشعب الإيراني في الطاقة النووية والتخصيب. في المقابل أكدت إسرائيل أن الصفقة المزمع توقيعها بين الدول الست وإيران سيئة، ولا تهدد إسرائيل فقط بل تهدد دولهم أيضا. تأتي هذه المواقف بعد جولة مفاوضات عقدت في جنيف حول الملف النووي الإيراني.
جولة جديدة من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني ستعقد بعد 10 أيام بين مجموعة الست وإيران بعدما انتهت 3 أيام من المفاوضات المكثفة بين هذه الدول في جنيف من دون التوصل إلى اتفاق. وفيما سارعت سويسرا إلى إعلان رغبتها باستضافة الاجتماع المقبل، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون أن اجتماعا جديدا حول هذا الملف سيعقد في 20 من الشهر الحالي. الدول الست الكبرى فشلت في التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن برنامج إيران النووي، ورغم أنه تم إحراز الكثير من التقدم الملموس، لكن لا تزال هناك بعض الاختلافات. وزير الخارجية الإيرانية محمد ظريف أكد من جهته أن أشتون وفرت هذه المرة فرصة أكثر لكي نلتقي مرات عدة مع الجانب الأمريكي. سنواصل هذه المفاوضات بجدية وثقة أكثر من خلال الاعتماد على قوة الشعب والجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم أننا لن نتوصل إلى اتفاق إلا أنه حصل تقدم جيد. ما زلنا في مرحلة النقاش وهناك خلافات في وجهات النظر بين الجانبين منذ البداية، ونحن بصدد تقليصها. إن المفاوضين والشعب والمسؤولين في إيران لديهم انتقادات جادة وعدم الثقة تجاه الطرف الآخر. ومن طهران أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لن تحني رأسها أمام أي تهديد أو عقوبات، واصفا حق الشعب الإيراني في الطاقة النووية والتخصيب بالخط الأحمر على حد تعبيره. كما ذكر روحاني بأن العقوبات الاقتصادية تضر أيضا بالدول التي تفرضها وليس إيران فقط، معتبرا أن الجمهورية الإسلامية تصرفت بعقلانية ومنطقية ولباقة خلال مفاوضات جنيف. وفيما وصل وفد أمريكي رفيع المستوى إلى القدس لإطلاع المسؤولين الإسرائيليين على محادثات جنيف، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده ستقوم بكل شيء لإقناع القوى الكبرى بتجنب صفقة سيئة مع إيران. وأوضح نتنياهو أنه من الجيد أن الدول الكبرى أجلت توقيع الاتفاق مع إيران. وقبيل انعقاد المؤتمر المشترك بين أشتون وطريف، أعلن وزير الخارجية الفرنسية لورون فابوس أن اجتماعات جنيف أدت إلى تحقيق تقدم، ولكن لم نستطع توقيع اتفاق لأنه لا تزال هناك بعض المسائل التي يجب معالجتها. أما وزير الخارجية الأمريكية جون كيري فكشف أن القوى العالمية اقتربت خلال المفاوضات من التوصل لاتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني، وأن هذا الهدف يمكن أن يحقق مع العمل الجيد. قتلى بالآلاف، مدن أغرقتها الأمواج العاتية، ودمار ومآس خلفها الإعصار هايان الذي ضرب الجزر الشرقية والوسطى من الفلبين يوم الجمعة ليتسبب بأحد أسوأ الكوارث في تاريخ البلاد. وقد أكد مسؤولون أن مياه الإعصار جرفت مئات المنازل ودفعت الناس تحت أطنان من الأنقاض وأغرقت مدنا بأكملها اختفت من خريطة الفلبين. دمار مخيف، قتلى فاق 10,000 وتشرد وحالات إنسانية مأساوية، حصيلة أولية لإعصار هايان الذي ضرب الفلبين خلال الأيام الماضية. مسؤول كبير في الشرطة الفلبينية أشار إلى أن ما لا يقل عن 10,000 شخص قتلوا في إقليم ليتي بوسط الفلبين نتيجة هايان الذي ابتلع مدنا ساحلية عدة. وقال إلمر سوريا إن ما بين 70 و80% من المنطقة الواقعة في طريق هايان في إقليم ليتي دمرت بالكامل. وفي الوقت الذي يكافح فيه عمال الإنقاذ وقوات الجيش للوصول إلى القرى المدمرة على الساحل حيث لم يتضح بعد عدد القتلى، جاب الناجون المنطقة بحثا عن طعام مع تناقص الإمدادات أو بحثا عن ذويهم المفقودين. وأشارت الأنباء إلى أن معظم الوفيات نجمت عن ارتفاع منسوب مياه البحر التي وصفها كثيرون بأنها أشبه بأمواج المد، حيث سوت منازل بالأرض وأغرقت مئات المواطنين في إحدى أسوأ الكوارث الطبيعية التي تضرب الفلبين. ولم تؤكد الحكومة الفلبينية ووكالات الكوارث بعد عدد القتلى الذي يمثل زيادة كبيرة عن التقديرات الأولية والتي تحدثت عن 1,000 قتيل على الأقل. وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قالت إن أكثر من 330 ألف شخص شردوا وتضرر أكثر من 4 ملايين جراء الإعصار في 36 إقليما. هايان الذي واصل مساره فوق بحر الصين الجنوبي يتوقع أن يضرب اليوم فيتنام التي سارعت إلى إجلاء نحو 100,000 شخص يعيشون في مناطق تقع على مسار الإعصار. وأعلنت السلطات حالة الإنذار في وسط البلاد وأغلقت المؤسسات العامة والمدارس ووسائل النقل. تلقى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعرض خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
ومجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. هذا وقد عاد الهدوء إلى حي منفوحة جنوب العاصمة السعودية الرياض بعد ليلة من أعمال الشغب قتل خلالها شخصان، أحدهما سعودي الجنسية والآخر مجهول الهوية. الناطق الإعلامي في شرطة منطقة الرياض العميد ناصر القحطاني أعلن أنه تم إلقاء القبض على 561 شخصا من المحرضين على أعمال الشغب ومجهولي الهوية، وذلك على خلفية قيام عدد من هؤلاء بالتحصن في شوارع ضيقة بحي المنفوحة وإثارة أعمال شغب ورمي المواطنين بالحجارة وتهديدهم بالسلاح الأبيض. وتابع القحطاني أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الوضع وعزل مثيري الشغب، ومن جهتها أيدت السفارة الإثيوبية بالرياض موقف المملكة وأعلنت تعاونها واستعدادها التام لترحيل عمالتها المخالفة لقوانين المملكة. أنهى القضاء المصري اليوم أولى جلسات التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 من كانون الثاني العام 2011. وبحسب ما قاله نجل مرسي الذي أضاف أنه حضر التحقيقات مع والده في محبسه بسجن برج العرب بصفته محام، ورفض أسامة الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ما جرى في التحقيقات قائلا أنه سيكشف مزيدا من المعلومات لاحقا. إلى ذلك حدد القضاء المصري 9 من الشهر المقبل موعدا لبدء محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وقيادات الإخوان في أحداث ميدان الجيزة. كما حددت المحكمة جلسة في 10 من الشهر المقبل، جلسة أولى للبدء في محاكمة مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق في قضية إهانة القضاء. سقط ما لا يقل عن 16 شخصا بين قتيل وجريح في تجدد للاشتباكات بين الحوثيين والسلفيين في دماج وأكتاف بمحافظة صعدة شمالية اليمن. واتهم وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي في تصريحات له الحوثيين بتلقي دعم إيراني بالمال والسلاح في مواجهتهم الدائرة منذ أكثر من أسبوعين مع السلفيين، واعتبر تلك المواجهات حربا مذهبية على اليمن. هذا وقد أودت الاشتباكات بحياة ما لا يقل عن 100 شخص منذ اندلاعها في 30 من تشرين الأول الماضي. ويلقي النزاع الطائفي في دمشق بظلاله على جهود المصالحة في اليمن الذي يوجد على أراضيه أحد أنشط أجنحة تنظيم القاعدة. دشنت إيران خط إنتاج صاروخ جديد من طراز صياد 2 للدفاع الجوي. وزير الدفاع العميد حسين دهقان الذي افتتح المشروع أشار إلى أنه تم تصميم الصاروخ الجديد وتصنيعه في إطار تلبية حاجات إيران في مجال الدفاع الجوي. أضاف أن هذا الصاروخ متوسط المدى يتمتع بمحرك يعمل بوقود صلب وهو مزود بنظام تحكم وقدرات عالية. تابع دهقان أن صاروخ صياد 2 يمكنه استهداف المروحيات والطائرات من دون طيار على مختلف أنواعها إلى جانب أهداف ذات سرعة عالية، كما أنه يتمتع بقدرة مضادة للحروب السيبرية أي السايبر وورز والاعتراض التلقائي. فازت ملكة جمال فنزويلا جابرييلا إيزلر في مسابقة ملكة جمال الكون والتي نظمت للمرة الأولى في العاصمة الروسية موسكو وسط مشاركة 86 شابة. وسلم تاج الملكة المرصع بالألماس من جانب أوليفيا كولبو الفائزة باللقب في العام الماضي. فكان بين لجنة حكام المسابقة المغني ستيفن تايلر من فرقة إيروسميث، وتابع الحفل الذي أقيم في قاعة احتفالات كبرى في موسكو نحو 2 مليون مشاهد عبر أنحاء العالم. وتتابعون بعض الفصل. تيار المستقبل وقوى 14 من أذار يحقق فوزا في انتخابات محامي الشمال. رالي صيدا للدراجات الهوائية في الذكرى 70 للاستقلال. مع
نواصل تقديم هذه النشرة. في عاصمة الشمال طرابلس حقق تيار المستقبل وقوى 14 من آذار فوزا في الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين. فوز الزميلين كرسي عيسى وعمر رمراض. حققت قوى 14 من آذار فوزا جديدا في الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين في طرابلس من خلال انتخاب عضوين اثنين في مجلس النقابة، أحدهما عن الطائفة الإسلامية والآخر عن الطائفة المسيحية، إثر انتهاء ولاية النقيب السابق بسام الداية وماري تريز القوال. المرشحان الفائزان هما كوستي عيسى ب 550 صوتا وعمر المراد ب 407 أصوات. وبعد إعلان النتائج توجه المرشحان الفائزان إلى منزل النائب سمير الجسر الذي هنأهم بالفوز. هذا النجاح هو ثمرت الحقيقة تفهمنا جميعا والتعاون بين الكل، وإن شاء الله هذا كله بيتوظف بخدمة النقابة. ونحن بس لنا كلمة واحدة للزملاء لأنه هون ورايحني بقلب المجلس لكل النقابة، والله يوفقهم. النتائج الحمد لله كانت نتائج إيجابية. من بكرة منقول نحن الصناديق أقفلت والمجلس لكل المحامين لكل الزملاء. من بكرة بلش الشغل، بلش بنشوف مصلحة المحامين وين. بنعتبر الانتخابات خلصت، نحن اعتبارها من بكرة الصبح لكل المحامين اللي انتخبونا واللي ما انتخبونا. هذه لعبة ديمقراطية مستمرة من سنة لسنة، وكل انتخابات أنتم بخير. يذكر أن الانتخابات جرت بمن حضر بعدما كان من المقرر إجراؤها الأسبوع الماضي وتأجلت لعدم اكتمال النصاب. استغرب عضو كتلة المستقبل النيابية النائب خالد زهرمان استغرب صمت الدولة برؤسائها ووزرائها تجاه تهديدات رفعت عيد، متسائلا كيف لدولة تهدد سلطاتها ولا يجرؤ المسؤولون فيها حتى على رفع الصوت استنكارا. في ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري لقاء في بلدة القرنة في جرد عكار بدعوة من منسق قطاع النقابات العمالية محمد ناصر زكريا وفعاليات البلدة بحضور النائب خالد زهرمان والمنسق العام سامر حضارة والمجلس البلدي ورئيسه وأعضائه والمخاتير والفعاليات. وبعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، سأل حضارة الرئيس نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي وأحمد كرامي أبناء الشمال كيف يرتضوا لأنفسهم بأن يبقوا صامتين بعد ظهور كل الدلائل والمعطيات بالصوت والصورة بتورط الحزب العربي الديمقراطي بدماء أبنائنا بتفجيري التقوى والسلام. بدوره قال الزهرمان إن العميل هو من يقول بأنه جندي صغير في جيش الأسد وليس من أثبت عن حس وطني عال وحمل بلد من مخطط دموي فتنوي خطط له النظام السوري بواسطة متفجرات مملوك سماحة. العميل هو من يقبل أن يكون ورقة في يد الخارج ليهدد مدينة بأكملها متى شاء سيده ذلك ويأخذها رهينة بكل أطيافها بمن فيهم إخوتنا في الطائفة العلوية، وليس من دفع دمه ثمنا لتحسين أمن واستقرار البلد ومن ضمنه منطقة نفوذ رئيس ميليشيا جبل محسن. رحمك الله يا أسامة الحسن. ثم انتقل هذا الصبي إلى تهديد المملكة العربية السعودية وتواعد بقص رقاب العائلة الحاكمة متناسيا أن اتفاق الطائف الذي أنصف الطائفة العلوية تم برعاية المملكة التي كانت لها آيات بيضاء في الوقوف إلى جانب لبنان. وفي الختام أقيم مولد عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أكد النائب أنطوان زهرة أن لغة التهديد والوعيد ورفع الأصابع لن تغير من قناعات وثوابت قوى 14 من آذار، مطالبا رئيسي الجمهورية والحكومة بممارسة صلاحياتهما الدستورية وتشكيل حكومة جديدة. استغرب عضو القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرة حال البعض في لبنان واسترساله في العنجهية بينما أسياده يركضون وراء الشيطان الأكبر. وخلال قداس تذكار الموتى في ميفوق، ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أكد زهرة أن رفع الأصبع والتهديد والوعيد لن يغير من قناعات وثوابت قوى 14 من آذار التي كان ولا يزال خيارها الوحيد الدولة والمؤسسات. لفخامة رئيس الجمهورية الذي نكمله كل احترام وللرئيس المكلف تمام السلام، سمعتم كل الآراء، رأيتم كل التوجهات والشروط، لا تنتظروا أحدا، بادروا إلى تشكيل الحكومة التي ترضي ضميركم
وحملوا كل الأطراف مسؤولياتها الوطنية في المجلس النيابي. زهرة شدد على أن عودة الأمن والاستقرار لا يكون إلا من خلال فرض السلطة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية. لمناسبة العيد 70 لاستقلال لبنان وضمن احتفالية مئوية لبنان الكبير التي أطلقتها رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري تحت شعار بحبك لبنان 2020، نظمت جمعية كشافة لبنان المستقبل رالي الاستقلال الذي تنافس فيه شباب وفتيات من مختلف المناطق اللبنانية على دراجاتهم الهوائية بهدف التعرف على تاريخ وتراث وطنهم واستقلاله في ثلاث مناطق لبنانية هي الجنوب والشمال والبقاع، وبزيارة مواقع طبيعية وتاريخية وتراثية. وقد بدأت المرحلة الأولى من السباق من صيدا، حيث أطلقته النائب الحريري من مجدليون بمشاركة نحو 150 متسابقا من مناطق الجنوب وجبل لبنان وبيروت. أول شيء بدي لكم مبروك بدء هالسلسلة اللي عاملينها بمناسبة الاستقلال، وإن شاء الله هالعلم بضله مرفوع بوجود هالشباب الطيبة، وأنتم دايما معودين عليكم تكون طليعة الانطلاقات بالأنشطة، وخاصة بموضوع الاحتفال السنوي بعيد الاستقلال، فبدي لكم الله يوفقكم. والآن نبقى مع توقعات الأرصاد الجوية في صفحة الأحوال الجوية. طقس متقلب اجمالا عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. لبكره الاثنين بدايه الاسبوع بلبنان الجو العام رح يكون قليل الغيوم لغائم جزئيا مع استقرار درجات الحراره عن اليوم بمختلف المناطق اللبنانيه. نسبه الرطوبه قديها 30 اقصى 75%، اتجاه رياح شماليه غربيه لشماليه شرقيه سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعه. حال البحر معتدل، ارتفاع الموج، حراره سطح المي 23 درجه. اقصى درجات الحراره المتوقعه عطلة لبكرة نبدأ عطرابلس 26-25 بجبيل، 27 درجة بصدى وصول وأيضا العاصمة بيروت، 23 درجة بالكرعون، 22 بزحلة، 20 لبيت الدين، 14 بفقرة و13 بالأرز. درجات الحرارة والجو المتوقع للأيام المقبلة لسواحل لبنان لبكرة 27 درجة، نهار الثلاثة 26، وجو العام ببلش صباحا غائم كليا ليتحول فترة بعد الظهر لغائم جزئيا استقرار، أربعة وخميس على 26 درجة. أما درجات الحرارة خلال الفترة المسائية أيضا مستقرة بين 19 و20 درجة كحد أقصى. وفي ختام المسائية هذا تذكير بعناوينها. في حالة قضية لدم الشهداء إلى المجلس العدلي. طرابلس ترفع الصوت في مهرجان أولياء الدم لإحقاق الحق بشأن التفجيرين الإرهابيين. الجيش الحر يصد هجمات لقوات النظام والائتلاف يجدد رفضه أي دور لبشار الأسد في مستقبل سوريا. إعصار هايان حصد أكثر من 10,000 قتيل وغير خارطة الفلبين، وفيتنام تستعد للأسوأ. هذا ونصل إلى نهاية المسائية، نشكر حسن متابعتكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء. رؤساء الشباب يؤيدون فكرة أن يعود حزب الله إلى لبنان.